المعين حكيناش عنها، ندخل على مساحة المعين مثلا. هون بعطيك مفهوم مساحة المستطيل، اضغطي عليه عشان تتعلمي عليها، تلاقيه بشرح لك إياها بطريقة ديناميكية، أنت بتقدر تحركي وتغيري وكذا. طلعي هون شو بقول لك هون عزيز الطالب، قم بتحريك النقاط المعنونة، الطول العرض في هاي الطول، شفتيها هاي هون في كلمة الطول في كلمة العرض، هاي الطول في واحدة ثانية مكتوب على العرض، لو حركنا هاي هيك شو بصير؟ والعرض شو بصير فيه؟ بزيد أو بنقص. هيا في واحدة هون العرض، هيا هاي خلينا حاطينهم قدامنا. سؤال، في عدد هون مكتوب 40 50 10، شو هذول 50 20 4 هذول شو هني هذول؟ نعم لا، طلعي معي، طلع شو راح أعمل أنا، بدي أزغر هاي دخليها 9. طيب بدي أعمل هاي هيك، بدي أعمل هاي هيك، شو قاعد بصير؟ طب بدي تشوفي لي العلاقة بين 7 في 5 كحاصل ضرب وعدد المربعات اللي جوا الشكل، شايفين في مربعات جوا الشكل ولا مو شايفينها؟ منقط. أكم مربع جوا الشكل؟ 7 و5 5. يعني كم مربع فيه صغير؟ 35. يعني هاي مساحة الشكل. طب وين طول القاعدة والارتفاع اللي صلي سامح كعدهن؟ وين القاعدة وين الارتفاع؟ الطول القاعدة والعرض الارتفاع. وصلت؟ سهلة ترى، ما فيها شيء. يعني هاي كفكرة، شايف هاي القانون، مساحة المستطيل هي طول القاعدة في الارتفاع، كثير سهل. الآن عودة للقائمة الرئيسية، ها بيجيك على مفهوم ارتفاع متوازي الأضلاع. ليش؟ طب شو دخل مفهوم متوازي الأضلاع، ارتفاع متوازي الأضلاع في مفهوم ارتفاع المعين؟ هو نفس المفهوم، لأن متوازي، لأن المعين هو متوازي أضلاع. طيب هذا أنتوا لحالكم بدكم تستكشفوه، العلاقة بين مساحة متوازي الأضلاع ومساحة المستطيل. خلينا نشوف، ابدأ. هذا إيش اللي قدامنا؟ الشكل متوازي أضلاع. شو صار؟ مين يقول لي شو العلاقة بينهم؟ تغير الشكل، تغير، كان متوازي أضلاع صار مستطيل. هل تغيرت المساحة؟ لا، من نفس المثلث قمت من هون حطته هناك، أنا نفس المثلث قصيته من هون حطته هناك، ما غيرت شيء. إذن مساحة المستطيل تساوي مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة والارتفاع. وصلت؟ وصلت. هي يعني فكرة بسيطة مش صعبة، بس يمكن أنتوا أول مرة بتشوفوا شغلة زي هيك. طيب في عندكم هنا لكل درس في إيش؟ خلينا نشوف تدريبات، حلوهن هذول إلكتروني، هن امتحانات إلكترونية، بجاوبك بعطيك نتيجتك وانت قاعدة، ما بيصلني علامتك، ما بشوفها أنا. يعني أنت لحالك تتدربي ذاتي. هيا قاعد بيعمل لودينج. يلا هون إيش بعطيكي هون؟ اعمل ستارت بس، اقري. أها. قديش؟ 7 في 16 قديش بيطلع؟ 7 في 6 قديش؟ إذا لازم تكون بداية 2. اعملي نيكست. فيش 112. ها؟ آخر واحدة. يلا نيكست. تساوي 8. مساحته 72. ارتفاعه قديش؟ 9. هاي عكس. قسمنا هون. نيكست. يلا.
طول قاعدته قديش؟ 15 5 ب15. يلا بس خلصنا من هيك اعمل له سبميت. تهنينا لقد نجحت في الاختبار. ريفيو بعطيك مراجعة براجع لك هاي انت جاوبتيها صح. شوفي انت مختاري هاي وهاي صح. اللي وراها نيكست. مختاري هاي وهاي صح. نيكست نيكست نيكست. خلص هيك خلص الامتحان تاع متوازي الأضلاع. ترجعي مرة ثانية على الفهرس هون تختاري درس ثاني. مثلا بدك مسائل على محيط الدائرة ومساحتها. بيجيك امتحان زي هذا وجاوبه. بس ما جاوبناش على سؤال مهم جدا اللي هو ايش؟ شو يعني باي؟ طيب ايش هي باي؟ شوف الباي باختصار هي عبارة عن النسبة. هي النسبة بين محيط الدائرة وايش؟ وقطرها. طلعي كيف؟ خليني اخذ انا هون شغلة بسيطة جدا. خلني اخذ اوبشن او فيو. ما بدنا جريد. لا ما بدنا جريد. شيل الجريد وشيل الاكسس. هاي صفحة فاضية. شوف ستي هاي دائرة. ممتاز. والان انا بدي اوصل قطر للدائرة. بدي اوصل قطر للدائرة. من هاي النقطة لهاي النقطة. وجيت وصلت هون نقطة ثانية. هاي قطر الدائرة. اوكي لعند هون. هذا قطر الدائرة. طيب بس نبقى 3 دقائق. صار 3 دقائق بس اخلص. طيب هلا لو جينا حسبنا طول القطر. لو جينا حسبنا طول القطر هون بعطيك القياسات. هون بالسنتيمتر ديستانس او لينث. شايف المسافة من هون لهون. شايف هي تعطاك اياها. واعطاني بدنا المحيط. بدي اقيس هاي. هاي محيط الدائرة. كويس. لو جينا عملنا هون كالكوليشن حسبنا قسمنا المحيط على القطر باستمرار راح تلاقي انه دائما بعطيك جواب ثابت. خليني بس اعمل هون فيو. في شيء اسمه سبريد شيت. شايفه بدي اعمل انه هاي هيك بس هون زي اكسل شيت جبتها. بدي اقول له انه هاي هون لا الناس ساكل. كنترول سي. كنترول في. هون ما رضاش اخذها. مش مشكلة. يمكن هون الحساب عندي انا يطلع يبين صعب. لكن باستمرار لو قسمتي هاي على هاي بيطلع اللي هو 22/7 اللي هي باي مهما كانت الدائرة. خلنا اسوي لكم اياها على برنامج ثاني اسهل من هذا تطلع بسرعة. هذاك لانه اسهل منه من ناحية الحسابات. بس هي الفكرة ببساطة انه لو جبت دائرة قسمت محيطها على قطرها بيطلع دائما 22/7. خلونا اذكرون المرة الجاية ببدأ فيها ان شاء الله.